عن مباراة الأهلي والهلال السوداني اللي هتلعب بكرة إن شاء الله على استاد النادي الأهلي، استاد النادي الأهلي. أعتقد إن كلنا فرحانين جدا جدا إن إحنا بقى عندنا استاد، حتى لو حق انتفاع 25 سنة ما شاء الله فترة كبيرة جدا، وإن شاء الله يكون في استاد ثابت للنادي الأهلي، لكن خطوة كبيرة جدا وخطوة كلها نجاح من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي العريق. لما يكون عندك جماهير عظيمة وعندك جمعية عمومية كبيرة جدا بشكل النادي الأهلي، عندك مدير تنفيذي أكثر من رائع، عندك أعضاء مجلس إدارة يليقوا باسم النادي الأهلي، عندك رئيس للنادي الأهلي أقل ما يقال عنه أو يوصف بأنه الأسطورة، الكل يسعى من أجل خدمة الكيان، الكل شكل الكيان، لازم يبقى عندك إنجازات. لما يبقى عندك المجموعة دي كلها لازم يبقى عندك إنجازات، وما تستغربوش إن احنا نسمع كل يوم إن شاء الله إن شاء الله يبقى في إنجازات أكتر وأكتر، طالما في ناس مخلصة وناس دؤوبة على خدمة النادي الأهلي. مش هقول لكم على كابتن محمود الخطيب وعلى نبرة صوته وعلى فرحته، أكيد حضراتكم كلكم حسيتوا امبارح الفرحة اللي كانت في صوته، إن هو بيحاول يعمل أي حاجة بتخدم جماهير النادي الأهلي حتى لو كانت حاجة مؤقتة. 25 سنة احنا بنقول على حاجه مؤقته، لان احنا عندنا ان شاء الله هدف اسمى ان احنا يبقى عندنا نادي كبير جدا اسمه نادي الاهلي، بس ان شاء الله 25 سنه ربنا يدينا ويديك طول العمر بقى عندنا استاد اخيرا اسمه استاد النادي الاهلي، هيلعب عليه بكره ان شاء الله اولى مباراه الاهلي الرسميه على استاد النادي الاهلي، الاهلي والمريخ او الهلال السوداني اسف. نقله كبيره، اربع محاور طلعنا بيهم امبارح واربع اهداف طلعنا بيهم امبارح او اربع مشروعات كمان زي ما حضراتكم عايزين تسموهم سموهم اقول لكم عليهم بسرعه. يعني كان الهدف الاول او المحور الاول اربع مشاريع رياضيه خدميه واستثماريه على النادي الامس ملعب مختار التتش، اصبح المشروع الاول هو استاد السلام استاد النادي الاهلي بموجب حق انتفاع 25 سنه. 25 سنه مبروك علينا كلنا كاهلاويه. نادي الاهلي او المحور الثاني نادي الاهلي بيحصل على حقوق نادي الطيبه بالاقصر ايضا حق انتفاع 25 سنه، والمحور الثالث نادي الاهلي بيحصل ايضا على مجمع حمامات السباحه التابعه للتربيه والتعليم حق انتفاع ايضا 25 سنه، ايضا اسناد اداره قناه النادي الاهلي الى شركه السادات على ان يقوم بتطوير برامجها ومحتواها واستوداتها والوصول بها للمستوى الذي يليق بالنادي الاهلي ويلبي رغبه جماهيره. اعتقد مفيش اروع من كده، ودايما زي ما بقول لكم طالما عندنا ناس مخلصه جدا هتلاقوا ان شاء الله كل يوم عن يوم هتلاقوا فيه نجاح وهتلاقوا فيه انجازات اكتر واكتر كمان. شكرا جدا لكل اللي بيشتغلوا على خدمه الجماهير النادي الاهليه، كل اللي بيشتغلوا وبيرفعوا من اسم النادي الاهلي يوم بعد يوم، شكرا جدا جدا لحضراتكم، شكرا جدا للاسطوره كابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، ان شاء الله كان اسطوره في كره القدم واسطوره في اخلاقه، ان شاء الله كمان يكون اسطوره اداريه يعني ان شاء الله مش مسبوقه. تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار النادي الاهلي واطمنكم على فريق النادي الاهلي. عندنا مباراه مهمه جدا بكره مع مباراه مهمه جدا بكره مع الهلال السوداني. مش عارف انا ليه المريخ السوداني والهلال السوداني.